وفي الشأن السوري، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف بتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما فورا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش السوري ملتزم بالهدنة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين لمدة 5 ساعات يوميا في الغوطة الشرقية. لقد آن الأوان لإنهاء هذا الجحيم على الأرض. نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح الدورة 37 للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، فيما يواصل الجيش السوري قصف الغوطة الشرقية آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق. قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط إذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب أتوقع أن يطبق القرار فورا، ولكي يمكن إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية على وجه السرعة، ولكي نتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري. الغوطة الشرقية خصوصا لا يمكنها الانتظار. لقد آن الأوان لإنهاء هذا الجحيم على الأرض. وتبنى مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الأسبوع بعد مداولات استمرت لأيام قرارا طلب فيه وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا لإفساح المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى، لكن القصف المتبادل بين الجماعات المسلحة والجيش السوري في دمشق والغوطة الشرقية لم يتوقف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته أمر بإعلان هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات يوميا في الغوطة الشرقية بسوريا، في وقت شدد وزير خارجيته سيرجي لافروف على أن الهدنة الأممية لن تبدأ إلا بعد اتفاق جميع أطراف النزاع على شروطها في مجمل الأراضي السورية. سيبدأ وقف إطلاق النار بعد أن يتفق جميع أطراف النزاع حول طريقة تطبيقه لضمان توقف الأعمال الحربية بشكل كامل وفي أنحاء سوريا. إن هذه الهدنة لا تشمل بأي حال أعمال الحكومة السورية التي تدعمها روسيا ضد المجموعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وكل المتعاونين معهما. ومنذ بداية النزاع السوري عام 2011 تم التوصل إلى العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي تكون أحيانا برعاية دولية لكنها سرعان ما تواجه الانهيار، وأحيانا بشكل فوري تقريبا. وقتل أكثر من 340,000 شخص منذ اندلاع النزاع السوري الذي يدخل الشهر المقبل عامه الثامن، كما تسبب بتشريد الملايين.